فوجئ من طرف إدارة المؤسسة أنها كتمتنع تسجيل بن ديالو باستثناء بعض التلاميذ اللي كان عندهم مشاكل شخصية مع أولياء الأمور ديالهم، منعوهم من التسجيل بواحد الطريقة تعسفية انتقامية. يحضر مبلغ ديال 62,000 درهم، أي بمعنى 10 أشهر 620,000 درهم، باش ممكن أنه البن ديالو تتابع الدراسة ديالها. فيما يتعلق بالملف ديال خديجة اليونسي، هو ملف بسيط جدا. بعد ما انتقل ولي الأمر ديال التلميذة باش يسجل البن ديالو، إعادة تسجيل البن ديالو للسنة الدراسية 2020-2021، فوجئ من طرف إدارة المؤسسة أنها كتمتنع تسجيل البن ديالو على أساس أن الأماكن ما بقاتش أماكن شاغرة مع وضعها في لائحة الانتظار. بناء على ذلك انتقل الأب ديال التلميذة للمحكمة، وباشرنا إجراءات ديال الدعوة في إطار استعجالي. أصدر رئيس المحكمة أمرا يلزم المؤسسة بتسجيل التلميذة خديجة اليونسي الموسم الدراسي 2020-2021 تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم امتناع. أنا الأمور كانت ماشية بطريقة عادية. بعد ذلك مشينا باشرنا إجراءات التبليغ والتنفيذ، إلا أن فوجئنا من طرف المؤسسة كثير صعوبة في التنفيذ، على أساس أن المؤسسة أن المنفذ لم يؤدي مصاريف ديال التسجيل والمصاريف الدراسية، مع العلم أن هذا الأمر بسيط جدا. كان على المؤسسة تم اتصال بولي الأمر ويحضروا المصاريف ديال التسجيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بإثارة ديال الدفع، فيما يتعلق بأنه ما عندوش أماكن شاغرة، وأنه نظرا لجائحة كورونا إلى آخره، كتظهر بأن هذه الأسباب اللي تاروا في صعوبة التنفيذ هي أسباب واهية لا أساس لها من الصحة. ورئيس المحكمة أصدر أمر ديالو بعد ما درنا واحد مذكرة جوابية على ما ترته المؤسسة، وصدر أمر بصرف النظر عن هذه الصعوبة ومواصلة إجراء التنفيذ. بعد ذلك انتقل المفوض القضائي بمعية ولي الأمر التلميذة إلى المؤسسة، إلا أنه وفوجئنا جميعا وفوجئ الرأي العام كذلك بما طلب منه، أنهم قالوا نحن على استعداد أن ننفذوا الأمر ديال السيد رئيس المحكمة، ولكن على أساس انكم تؤديوا مصاريف ديال التسجيل وديال التمدرس في مبلغ ديال 62,000 درهم، مع تخصيص واحد الغرفه ما يسمى بقسم او فصل دراسي مستقل لها لوحدها، في تحدي صارخ للاتفاقيات الامم المتحده فيما يتعلق بالفصل 28، وكذلك فيما يتعلق بالفصل 32 من الدستور الذي ينص على حقية الطفل في التعلم، بالإضافة إلى عدم التمييز وكذا المصلحة الفضلى للطفل. هذه الأمور كلها تم ضربها عرض الحائط. بعد ذلك تم الغريب والأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب، أن المؤسسة قامت بمراسلة أب ولي التلميذة وطالبته بالرجوع، أنه يرجع للمدرسة ويجيب المصاريف ديال التمدرس من خلال ديك الرسالة المشهورة. هذه الرسالة كتطالب فيها المؤسسة بأنه يلتحق بالمؤسسة ويحضر مبلغ ديال 62,000 درهم، أي بمعنى 10 أشهر 620,000 درهم، باش ممكن أنه البنت ديالو تتابع الدراسة ديالها وإعادة التسجيل ديالها الموسم الدراسي ديال 2020-2021. بناء على هذه المعطيات حنا انتقلنا لمرحلة أخرى، درنا شكاية للسيد وكيل الملك، بطبيعة الحال يتفاعل معنا بواحد الشكل إيجابي، واليوم تم إحالة الشكاية ديال ولي التلميذة خديجة اليونسي على ضباط الشرطة القضائية. ما سرداش للدائرة، بل كلف رجال ضباط الشرطة القضائية لفتح بحث معمق حول هذه القضية، وهذا هو الملف بكل اختصار. بطبيعة الحال احنا مكملين لآخر مرحلة، وبالإضافة إلى أن هذا الشيء أثر نفسيا على التلميذة، وحنا لا حاليا ما تم التسجيل ديالها في حتى شي مؤسسة. حاليا حنا كنتظروا أنه لعل وعسى أن هذه المؤسسة تخضع للقانون وتخضع للقضاء،
وتخضع للقرارات ديال المحكمه. ونفس التلاميذ ديال السنه الماضيه اللي تسجلوا هذه السنه هذه، باستثناء بعض التلاميذ اللي كان عندهم مشاكل شخصيه مع اولياء الامور ديالهم، منعوهم من التسجيل بواحد الطريقه تعسفيه انتقاميه. وهادشي ما نقول. شكرا لكل فرق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.